بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أصدقائي أعزائي أحبابي في هذه الحلقة الثانية من فارس في حديقتي. اليوم في هذا اليوم المبارك، اليوم الثاني من رمضان، نفحات رمضانية مع رجل عظيم عظيم جدا. هذا الرجل تعجز الكلمات في الحقيقة عن وصفه، وتقصر الأوقات عن ذكر سيرته ومناقبه. إنه أبو الفتوح، أبو الخيرات، القيصر، إنه محمد الفاتح. هذه هي ألقابه، محمد الفاتح، الشخصية العظيمة، فاتح القسطنطينية، حاضرة الدولة البيزنطية، والتي قضى فيها تماما على الدولة البيزنطية التي استمرت أكثر من 1100 سنة، أكثر من 11 قرن. الكثير من المؤرخين يقولون أن العصور الوسطى انتهت بسقوط القسطنطينية ونهاية الدولة البيزنطية وبدأت العصور الحديثة. هكذا هو ضيفنا، كتب اسمه في تاريخ العظماء. هذا الرجل العظيم وحد ممالك الأناضول وتوغل في أوروبا حتى وصل إلى بلغراد. بلغراد اللي عاصمة شنو؟ خلوكم معايا، ها؟ عاصمة صربيا. محمد الفاتح كان رجل واسع المعرفة، كان غزير الثقافة، متعلم على الآخر زي ما يقولوا. كان يجيد سبع لغات غير اللغة التركية، لغة الأصلية. كان يجيد الفرنسية، اللاتينية، اليونانية، الصربية، الفارسية، العبرية والعربية. طبعا محمد الفاتح عارفين إنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور: لتفتحن القسطنطينية لنعم الجيش، لنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. كان يتحدث عن محمد الفاتح لأنه هو الذي أخذ هذا الشرف. محمد الفاتح ابن محمد الثاني، هو اسمه محمد الثاني ابن مراد الثاني، ولد في فجر الأحد 20 أبريل 1429 ميلادي، الموافق 26 رجب سنة 833 هجري. ولد في مدينة أدرنة اللي هي كانت في ذلك الوقت عاصمة الدولة العثمانية. محمد الفاتح كان هو طبعا سابع سلطان من السلاطين العثمانيين. لما كان عمره 11 سنة ولاه أبوه على إحدى الإمارات كي يحكمها، كي يتدرب على الحكم، وهكذا كانوا يعلمون أبنائهم، هكذا كانت عادتهم. فمارس محمد الفاتح، فارسنا وضيفنا، مارس الإمارة والحكم وأبوه حي. خلال هذه الفترة التي حكم فيها أرسل إليه أبوه المعلمون كي يعلموه، وهذه أيضا كانت عادة أولئك العظام، كانوا يعلموا فيهم القرآن ويعلموا فيهم الدين، مش حكام يدزوهم يقروا في مدارس عسكرية في لندن وفي أمريكا وبعدين يجوا عملاء صغار، وكلنا عارفين القصص هذه، وأقروا بس تاريخنا الحديث وحتعرفوا. في تلك الفترة كان يبعث له في المعلمين، لكن محمد الفاتح كان شوية ما يسمعش في كلامهم، وتأخر حتى عن حفظ القرآن. فأخذ أبوه مراد الثاني يبحث عن معلم يتصف بالمهابة والحدة، فدلوه على رجل مولانا اسمه أحمد بن إسماعيل الكوراني، فأعطاه قضيب من الحديد وقال له: اذهب وعلم ابني. مشى أحمد، مولانا أحمد دخل عليه وقال له: لقد أرسلني والدك لأعلمك، وهذا القضيب في يدي، سأضربك به إن خالفت أمري. محمد الفاتح استغرب من الكلام وقعد يضحك من الكلام، كيف بيضربني هذا؟ فنزل عليه وضربه ضرب شديد جدا، فخاف منه، وبالفعل تعلم القرآن وحفظ القرآن في فترة وجيزة. طبعا كان في شيخ آخر، بالله بس ذكروني به، عنده قصة مهمة في النهاية نحكيها لكم. كان في شيخ آخر اسمه آق شمس الدين، هذا الرجل أحد معلمي محمد الفاتح، وكان له أبرز الأثر في تعليمه. كان دائما يقول: عارف الحديث اللي هو لتفتحن القسطنطينية نعم الأمير أمير ونعم الجيش ذلك نعم الجيش ذلك الجيش؟ فيقول له: نعم. يقول له: أنت المقصود يا محمد الفاتح، أنت من ستفتح القسطنطينية. وكان يوري فيه أسوار القسطنطينية من بعيد،
ويقول لا انت اللي حتفتحها. شوف شوف الهمم، شوف التحفيز. لذلك محمد الفاتح تربى تربية إسلامية، تربى على القيم الدينية الحقيقية، كان رجل تقي ورع، كان يعني يأتي بأوامر الله ويجتنب نواهيه. هذا هو محمد الفاتح. لو جينا لأهم حدث في حياة محمد الفاتح هو فتح القسطنطينية في يوم الخميس 6 أبريل 1453 ميلادي، الموافق 26 ربيع الأول من سنة 857 هجري. جمع محمد الفاتح الجنود، جنوده وكانوا 250,000، وحاصروا القسطنطينية، خطب فيهم خطبة عصماء، ذكرهم بالجهاد وبفضل الجهاد في سبيل الله والفتوحات والنصر والشهادة، وذكرهم بالحديث اللي هو حكينا عليه، حديث فتح القسطنطينية وخيرية هذا الجيش. ضربوا الجنود هذون، ضربوا حصار حوالي 53 يوم على القسطنطينية، وبالفعل عند الساعة 1 صباحا من يوم الثلاثاء 29 مايو 1453، الموافق 20 جماد الأول سنة 857 هجري، بدأ الهجوم العام على المدينة. فهجم في الأول 150,000، تسلقوا الأسوار، فتحوا الأبواب. المهم القصة طبعا طويلة، فتح القسطنطينية طبعا تدرس في المدارس والكليات الحربية لأنها كانت خطة عظيمة جدا، حصرها طبعا من البر وحصرها من البحر. دخلوا فعلا المدينة، استولوا على المدينة كلها، والرجل أصدر الأمر بمنع كل اعتداء، فساد الأمن والناس اطمأنوا. بعدين توجه إلى كنيسة آيا صوفيا، الكنيسة الشهيرة، وكانوا فيها ناس كثيرين فأمنهم، وكانوا الرهبان كارسين في السراديب وكذا خايفين، فاطلعوا وأمنهم وعطاهم الأمان. لا الأبعد من هيك، ها شوفوا يعني عطاهم الحرية في شعائرهم، بل اختيار رؤسائهم، بل جمع قساوستهم وطلب منهم إن هم يختاروا ينتخبوهم بطريارك عليهم. فديننا دين تسامح، ديننا دين عظيم، ديننا ما هوش دين إرهاب، ديننا لا يقتل، لا يقتل المسيحيين ولا يقتل الأبرياء، مستحيل. ديننا دين عظيم، لكن هذا الشيء يديروا فيه ناس متطرفين، ناس منحرفين، وتدير فيه أجهزة المخابرات برضو بصراحة. يعني محمد الفاتح طبعا عندما استقر له الأمر في المدينة نقل طبعا العاصمة إليها وسماها إسلامبول. إسلامبول يعني إيش؟ تخت الإسلام أو مدينة الإسلام، وصارت هي حظيرة الدولة العثمانية. طبعا إسطنبول بلد، مدينة عظيمة جدا، نابليون يقول تصلح لتكون عاصمة العالم. شوفوا عاصمة العالم، لذلك التكالب عليها كبير في الحقيقة. محمد الفاتح زي يوسف بن تشافين أمس، كان محبا للعلم والعلماء، كان يقربهم، كان يكرمهم، كان يغدق عليهم في الهدايا والمنح، كان يبني المدارس، كان يبني المعاهد، كان يصلح مناهج التعليم، وهكذا زي ما قلنا مبارح، هذه سنن كونية في كل الدنيا. أي دولة مسلمة كافرة، أي دولة تبي ترتقي لازم تهتم بالتعليم. وتوفي السلطان في يوم 3 مايو عام 1481 ميلادي، الموافق 4 ربيع الأول سنة 886 هجري، توفي مسموما بعد أن حكم 31 سنة. قلت لكم ذكروني بقصة في الآخر عن آق شمس الدين، الحمد لله أنا ذكرتها. آق شمس الدين في يوم من الأيام دخل على السلطان بلا مقدمات، نزل فيه ضرب، نزل فيه ضرب ضرب ضرب، وهو كان صبي طبعا، ضربه ضرب شديد مبرح، ضريحة مش عادية يعني زي ما يقولوا، لدرجة ان محمد الفاتح قاعد يبكي وما هوش عارف سبب، ما فيش سبب، وخلاها شالها في نفسه الى ان كبر، ما نساهاش بكل. بعد ان تولى السلطنة بشكل رسمي استدعى شيخه وقال له، وكان مغضبا، وجهه كان غاضب جدا، وقالوا أتذكر في ذلك اليوم الذي ضربتني فيه بدون سبب؟ فالشيخ آق شمس الدين قال نعم. قال لماذا ضربتني بدون سبب؟
شوفوا الكلام العظيم. قال له: أردت أن أذيقك طعم الظلم حتى إذا جلست مجلسك هذا لم تظلم أحدا. رحمة الله على محمد الفاتح، ورحمة الله على معلميه أق شمس الدين، وعلى أحمد بن إسماعيل الكوراني، وعلى أبيه، وعلى تلك الدولة، وعلى تلك الحقبة. بالله ما تنسوش التعليقات الجادة اللي نناقشوا فيها الموضوع، ما تنسوش تحكوا عن هؤلاء الرموز لأبنائكم وبناتكم، وما تنسوش تديروا شير لهذا الفيديو ليعم الخير وتعم الفائدة. إلى أن ألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحياتي، عمر عبد العزيز.